نشأنا في أسرة تجارية، ودوني مدرسة الله يسلمك، مدرسة قلب المقدس. هذه المدرسة اللي نشأت فيها، مدرسة اللي هي مدرسة لها يعني تجارب وتاريخ فيها وايد. مدرسات اللي كانوا يعني الأفاضل اللي كانوا يربون الذتم أو الفاضلات كانوا يعني راهبات إيطاليات، وهذبون عدل يعني ذيك الأيام كانوا دائما يؤمنون في سالفة على قولت الإيطاليين البيتين يعني. فكانت نشأة يعني في صارمة في المدرسة بالنسبة لنا، يعني استفدت وايد منها الأمانة، يعني أعطتني مثل ما تقولين التزام وديسبلين مثل ما يقولونه بالإنجليزي. وتدرجت يعني في المدرسة وخلصت. طبعا بعدين احنا يعني انا التحقت سيدة في شركة باتلكو. باتلكو طبعا ايام نحن كنا محظوظين، كانوا ياخذون الطلبة من المدرسة ونتدرج وياهم، عندهم سلك يعني دراسي تبدين فيه، والى ان مثلا نتدرج الى يعني في كلية باتلكو. بدينا مع كلية باتلكو شباب يعني افاضل احنا نتذكرهم، تعلمت الكثير حقيقة من باتلكو. فيما بعد يعني عملت في باتلكو ووصلت دراستي وانا اشتغل، واشتغلت في البحرين في هالمجال، مجال التقنية اللي لليوم مجالي من يوم ما بديته لليوم. مجال التقنية طبعا مجال قريب لقلبي، لان مجال تعلمت وايد منه للأمانة واستفدت وايد منه. فاشتغلت بتلكو يعني من سنة 88 ل 92. التحقت بعدين في بنك الخليج الدولي في نفس المجال. عملي في باتلكو كان طبعا عندهم يعني دراسة في كليتهم، والعمل كان يعطينا يعني ادفانتج ان احنا نقدر ندرس وفي نفس الوقت نطبق اللي تعلمناه في العمل. فكان صراحة يعني احس الاجيال دي تفتقده، انك يعني الواحد يحصل له فرصة انه يدرس وفي نفس الوقت اللي تعلمه الواحد هم يطبقه في العمل. فالتحقت بعدين في بنك الخليج الدولي، كان في احتياج خاصة شباب يعني في مجال تقنية المعلومات، والتحقنا في نفس المجال في البنك. وعقبها حصلت لي فرصة اشتغلت مع شركة بريطانية، كانوا يبون بعد شباب بحرينيين، لأن كانوا يحتاجون مهندسين بحرينيين يعني أو فنيين بحرينيين يقدرون ينفذون مشاريع الشركة. فخذوني بريطانيا، درسوني عندهم في كليتهم، وردينا كان عنده مكتب إقليمي في أبوظبي. ففي حياتي طبعا هالمرحلة مهمة جدا، لأن أنا أسميها مرحلة السفر. صراحة كنت أسافر كثير معهم، كان عندهم يعني تطبيقات شركاتهم أو تركيب مثلا أجهزتهم يعني في الخليج كله، يعني لفيت الخليج كله في معهم. رحت لباكستان، رحت باكستان، رحت الهند، فزيارات يعني عملت ان نركب اجهزه وسيستمز عندهم. في ذيك المرحله طبعا انا يعني خطبت وتزوجت وكنت ساكن في ابو ظبي. كان كم عمرك يوم تزوجت؟ كان يعني اذا افتكر بدايه 26. فكل هالمرحله يعني كانت مرحله ما قبل يعني اني اتزوج، مرحله كلها تهيئه، خاصه كنت اركز على يعني على اني اتعلم واتعمق في عملي يعني. الله يسلمك، يوم تزوجت تميت في ابو ظبي يعني سنتين وشوي. زوجتي طبعا كانت تبي ترد البحرين، وكانت فرصه لنا نرجع البحرين، والتحقت بشركه ثانيه، شركه الانظمه المتكامله، شركه تابعه للتمويل الكويتي، ورجعت البحرين. وبعد في نفس المجال، كان طبعا مجال تقني، لكن لأول مرة في حياتي أنتقل إلى مرحلة البيع. كان من أصعب المراحل لي، لأن في السابق كنت مثلا يعني مسؤول عن بناء أنظمة، تركيب أنظمة، صيانة أنظمة. الآن علي أن أنتقل مرحلة ثانية في حياتي أن أبيع الأنظمة. فبداية جديدة، بداية صعبة، خاصة اني لما اشتغلت في الامارات هم كانت بداية جديدة بالنسبة لي، يعني كلتشر مختلف، رغم ان احنا الخليج خليج واحد، لكن البيئة شوي تختلف، العادات والتقاليد هم تختلف. فاستطعت يعني حتى في الامارات يعني اني ابني علاقة، اكون علاقة وانتقل منها.
يوم جيت البحرين طبعا كان شركه طلبت من عندي اني انا اغطي البحرين، سوق البحرين وسوق السعوديه، سوق قطر انا اسف. فكان كنت يوميا الصبح انتقل على رحله الساعه 7 طيران خليج، نروح الدوحه نقابل زبايننا هناك ونشتغل من خلالهم، وتوفقنا يعني في مشاريع ادت يعني مردود جيد للشركه. هني رئيس الشركه طلب من عندي اني انا يعني انتقل للسعوديه للرياض، كانت اول تجربه لي، فكانت لي فرصه حقيقه ان اتعرف على اشخاص كثر صاروا اصدقائي لليوم، اتواصل معاهم وصارت لي فرص اني اتعلم اشياء جديده. يعني سوق السعوديه سوق يعني اكبر سوق يعني في الخليج، وسوق صراحه تعلمنا الكثير منه. يعني لليوم عندنا علاقات مستمره سواء مع يعني السعوديين او الوافدين اللي كانوا موجودين هنا، تربطنا علاقات طيبه معهم، واشتغلت صراحه مع اكبر المصارف في السعوديه والاكبر الشركات الغاز والنفط، المستشفيات. يعني الحمد لله كان في مردود ايجابي شخصيا علي انا وعلى حتى الشركه اللي اشتغل فيها. استمريت العمل وياهم لسنه نهايه 2001، ثم التحقت في باتلكو مره ثانيه. باتلكو كان لهم شركه في السعوديه، كان شراكه في السعوديه، وانا كنت قاعد اشتغل في السعوديه في الرياض. طلبوا من عندي اني انضم للفريق اللي عندهم، الفريق الاداري. كانت اول تجربه لي انتقل للمرحله الاداريه يعني في العمل سينيور. وبعدها بسنتين صرت رئيس الشركه. وللامانه بعد كانت لي تجربه يعني قاسيه، وهم تعلمت منها الكثير، لان الشركه كانت تمر في تحدي كبير صراحه، وكان مطلوب من عندي انا اني يعني ارجع الشركه للربحيه. كان عندي تحدي في موضوع الربحيه، والحمد لله وفقت. كان تحدي كبير جدا بالنسبه لي، انا تعلمت الكثير منه، وفي نفس الوقت كنت ادرس اكمل دراستي. في نفس المرحله كنت اسوي يعني دراسه، التحقت اني اسوي ماجستير اكمل باقي دراستي، والحمد لله يعني قدرت اوازن، مع ان التوازن كان صعب بين اني اكمل دراستي وبين يعني اواصل التحدي اللي موجود في العمل. المرحله اللي بعد في حياتي كانت مرحله حلوه، يعني طبعا في خضم كل هالسوالف، طبعا الله سبحانه وتعالى رزقني بعيالي الله يحفظهم. عندي أربعة، عندي البكر يوسف ولدي الكبير، وبعدين عندي ولدي إسحاق، ولدي عمر ومحمد الله يحفظهم. يعني أنا أفتخر بهم دائما، وأفتخر بوالدتهم اللي في فترة اللي أنا كنت أشتغل فيه يعني وأبذل جهدي، هي كانت تبذل هم قصارى جهدها أن تحافظ عليهم وتربيهم أحسن تربية. يعني بذلت مجهود حقيقة جبار في هالمجال. أنا كنت طول عمري طبعا أبي أدخل التجارة البزنس، بس ما كنت أدري شلون أبدأ. فوانا في السعودية صراحة في الرياض يعني دائما كنت أتساءل، يعني دائما هو سوق عود، شلون أقدر أبدأ، شو أبدأ؟ ففكرت إني أسوي الأمانة مطعم، رغم إن المطعم مو في مجال عملي إطلاقا، ولكن كان عندي طموح إني أبني شيء وأسوي شيء مختلف عن الآخرين. والحمد لله المطعم طبعا في البداية كان البداية صعبة مثل أي بداية، إن نتأقلم مثلا على احتياج السوق وسماع العميل. هاي الشيء علمني الأمانة إنه العميل مهم جدا، استماع لاحتياج العميل ويعني نصايحه، لان العميل ساعات يعطينا نصايح يعني، فاذا نسمع العميل حقيقه هو يعني يرشدنا للطريق الصح. واستطعت من خلاله يعني ابدي سلسله من المطاعم نجحت فيها ولله الحمد. في البدايه كانت بدايه صعبه، بعدين وفقنا يعني الحمد لله، توفيق من الله سبحانه وتعالى. تعلمت الكثير رغم انه مجال مو مجالي، لكن تعلمت يعني مراحل التجارة تمر فيها، من ستارت اب، نشأة، لماتيوريتي يعني الى الجروث. فكانت دروس قاسية تعلمناها من يعني تجربتنا السابقة في باتلكو. قررت يعني ركزت اني انا لازم اسوي لي شيء يعني في بزنس، فبديت الله يسلمك اول تجربة في البزنس يعني في قطاعات مختلفة جدا، الى ان وصلت لقناعة انه انا الله يسلمك كدرس لي أنا، يمكن درس الآخرين يتعلمون منه، إن إذا بتسوي تجارة أو بتسوي أي شيء، سوي شيء أنت تعرفه عدل، تعرف كل تفاصيله. فبديت أدخل في مجال تقنية المعلومات وأسسنا NGN. صراحة المجال NGN تأسست في 2015، فدخلت المجال دي الله يسلمك لأن المجال أحبه وعرفه
ومجال يخليني أنا كل يوم الصبح يعني أي سعيد جدا للعمل. أقول حق الشباب أنا صدق اسمي مكتوب على السجل التجاري ما يعني شيء، أنا يعني أعتبر روحي زميل لكم. ونفس التجربة اللي كررتها في بتلكو وكررتها في الشركات الثانية اللي جبت بحرينية، صرت نفس الشيء. بإمكاني أجيب آسيويين وغيرهم، يعني مع احترامي لكل الجنسيات، ونحطهم، لكن تجربتي كانت إيجابية وما زالت إيجابية مع الشباب البحرينيين. يعني أعتقد أنا وكل رائد أعمال أو اللي في التجارة يعني علينا مسؤولية إن إحنا لازم نمد اليد حق الشباب البحرينيين، نعطيهم فرص. المرحلة الحالية من حياتي يعني مرحلة صراحة أستمتع فيها، يعني إني يعني أقابل سواء شباب مثلا من خلال NGN. NGN طبعا فرعينها اليوم، NGN شركة فيها عدة خدمات في مجال تقنية المعلومات، فيها التحول الرقمي، فيها الأمن السيبراني، فيها التدريب، في عندنا مجالات القطاع الصحي، وعندنا في مجال التدريب صراحة أنا يعني عشقي، خاصة لما نلتقي مع شباب رواد سواء يعني باحثين عن العمل أو رواد أعمال أو ناس مثلا في طور عملهم يبي يتسلقون السلم الوظيفي. فالشباب اللي يبدون يعني أقول لهم قصتي وأنا باحث عن عمل، أو أقول لهم قصتي وأنا في العمل، أقول لهم قصتي عن تجربتي وأنا اليوم رائد أعمال مثلا، لما أوظف مثلا الشباب البحرينيين مثلا، شو اللي اشوف مثلا مميزه فيهم، او اكلمهم بالطريقه هذه الاشياء اللي اكلمهم، ونسوي لهم تدريب للامانه. يعني صراحه اشتغل مع مثلا تمكين، يعني صراحه عندنا تربطنا علاقات طيبه مع رئيس التمكين والفريق الاداري اللي هناك موجودين، علاقات طيبه، ووزاره العمل نفس الشيء. ف يعني اتمنى صراحه اني اقدم اكثر، خاصه لباحثين العمل ورواد الاعمال. هذه يعني في مجال أحبه جداً، ونقدم برامج يعني وايد فيه. بتلكو كان عبارة عن يأخذوننا ويأهلوننا لمرحلة جامعية، فيأخذوننا من المدرسة ويحطوننا في كلية بتلكو. كان عندهم كلية، كان في برنامج يأخذوننا في كلية بتلكو، يدرسوننا مرحلة أولى زين ونعمل، وبعدين يحطوننا مرحلة ثانية دراسة، وبعدين يبتعثوننا على أساس نواصل دراستنا. أنا ما كملت البرنامج زين، لسبب اني حصلت فرصة وظيفية ثانية انزين، ومن خلالها طبعا خدت خبرة يعني عملية، سواء كانت يعني فنية، وبعدين فيما بعد في المبيعات وفي التسويق، وبعدين في المنتج والآخرة. فقررت اني انا يعني اواصل دراستي، كنت بسوي اواصل يعني البكالوريوس، بما اني سويت عدة جوانب. اقترحوا علي ناس ان بما ان انا كان عندي خبره في ذيك المجال، يعني ممكن اسوي الماجستير بحكم ان عندي خبره في المجال، خبره واسعه. فطبعا امتحنونا في مجال وعملنا مثل ما تقولين يعني رساله فيه، قبلوا تجربتي كبديل في هالشيء، وسويت الماجستير يعني اخذت البرامج اداره اعمال، يعني مو تكنولوجيا. لا سويت اداره اعمال لان كان مهم بالنسبة لي، خاصة اليوم يعني أستفيد دائما، أستمد يعني خبرة ومن الأشياء اللي تعلمت في حياتي، لأن أعطونا شوية عن التسويق، أعطونا شوية عن leadership، أعطونا شوية عن finance، أعطونا شوية عن جوانب مختلفة يعني في الإدارة general management، في الماركتينج، في leadership، في finance، في HR. يعني هالشيء فادني وايد صراحة، استفدت منه جدا. ليش؟ لأني في هالمرحلة كنت أشتغل وكنت أدرس، فكنت أطبق اللي أتعلمه في العمل، فكان مجدي جدا لي بالنسبة لي. الله يسلمك. عدة شركات عندي طبعا، NGN الأم، وعندي فرع التدريب، عندي الله يسلمك شركة إلكتروميكانيكال، عندي الله يسلمك شركة في القطاع الصحي، نوفر أجهزة طبية حق المستشفيات يعني القطاع الخاص والعام، عندي الله يسلمكم شركة ناشئة، شركتين ناشئتين، واحده في قطاع يعني السوفت وير البرمجه حق القطاع الصحي، وعندي شركه ناشئه تونا مؤسسينها متخصصه في المنتجات التركيه. والله ما سمك، البحرين تملك امكانيات كبيره خاصه في الموارد. يعني البحرين اول شيء استثمرت في بنيه تحتيه، يعني اذا ارجعكم انا لفتره كوفيد، يعني لولا صراحه يعني الرؤيه اللي البحرين عندها إن خلقت البيئة، البنية التحتية، ومن خلالها مثلا أنظمة الحكومة والقنوات اللي كانت موجودة، اللي الـ government، كان سهل علينا التحول
حتى في مرحلة مثلا استمرارية التعليم، خلينا نقول عن بعد، الصحة، القطاعات الثانية. لو أن البحرين عملت التحول الرقمي مسبقا زين، ومثل ما تقول استثمرت في الإمكانات سواء البنية التحتية سواء في الأفراد زين، لما كان هالتحول يعني لو حتى تلاحظ دول يعني مجاورة خذت وقت لما توصل، بينما احنا كان التحول سريع جدا. ليش؟ لان انت كان البنية التحتية موجودة، الأنظمة موجودة، حتى نوعا ما التعليم يعني شجع لكل هالشيء، الاستثمارات سواء انا اتكلم عن مراحل المدرسة سواء حتى في الجامعة سواء حتى الاستثمارات اللي تمكين استثمارتها صراحة في العقول البحرينية يعني أدت ثمارها. فيعني البحرين لو تلاحظ ما تعثرت في هالمرحلة، فإن دل على شيء دل على أن البحرين عندها المقومات الأساسية أن تقدر تنتقل لمراحل ثانية، وخاصة في القطاع التقني والإمرجن تكنولوجيز يسمونها. القطاع التقني البحرين بإمكانها أن تنافس وتواكب دول كثيرة. ليش؟ لأن التحولات خاصة في الجانب التقني تحولات سريعة جدا، فبإمكانك اليوم تركز على مجال معين وتنطلق من خلاله، سهل علينا. فأحس أن البحرين يعني قطعت شوط كبير يعني بهاي بإشادة دولية، يعني مو الأمم المتحدة تطالع مثلا مؤشرات البحرين اللي قطعتها في 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 أشواط كثيرة. شنو مستقبل NGN؟ شنو الخطط اللي رسمينها إن شاء الله المستقبل؟ والله الله يسلمك. يعني بالنسبة لي هالموضوع يعني مثل ما يقول قريب جدا على قلبي. يعني أنا اللي أشوف NGN تكون شركة يعني إقليمية، يعني تنطلق من البحرين لأن تواجد في دول مجلس التعاون وأبعد، هاي هدفنا الأساسي السامي. أشوف NGN يعني شركة في خلال يعني 5 سنين يعني في حول 300-400 موظف، أغلبية بحرينيين متمركزين في عدة يعني دول في دول مجلس التعاون. يعني they grow the company, they grow with it. هذه يعني هدفي أنا، وهدف اللي باستمرار يعني أسعى له مع الشباب اللي عندي إن شاء الله فيهم الخير. نقطع بدينا قطعنا شوط كبير في هالمجال، وأنا أعتقد اليوم يعني الشركة جاهزة إن يعني تنتقل للمراحل الثانية من البلان اللي موجودة عندها. المنتج مالكم يتم صناعته عندكم بحريني ولا؟ إنجين الله يسلمك، أول شيء شو تسوي؟ توفر خدمات. الخدمات اللي إحنا نوفرها خدمات تقنية تعتمد على العقول. يعني إحنا أصولنا الكابيتال مالنا الموارد البشرية، العقول تالنتس. فنحاول نستقطب أفضل التالنت سواء كان في التسويق سواء كان في المبيعات سواء كان في التقنية. فإحنا اللي تسوي NGN الله يسلمك تسوي خدمات. إحنا ما نبيع، ما نفضل أن نبيع مثلا يعني لابتوبات أو كمبيوترز هالسوالف صراحة، لها ناسها اللي أخبر منا فيها، لها تحدياتها بعد. إحنا الله يسلمك نركز على الجانب الخدمي، هاي تركيزنا إحنا في هالجانب. واستقطعنا الحمد لله استقطبنا أفضل العقول البحرينية. يعني اليوم NGN استقطبنا مثلا عقول مثلا وشباب اللي كانت مثلا في مؤسسات قيادية في البلد هنا في البحرين صارت معانا، وما زلنا نستثمر فيهم ونستقطب الأفضل. هذه اللي يعني اللي مستمرين على هالنهج. شفتوني أنتم في السوشيال ميديا، هاي أنا، ما في شيء غير عني. اللي شفتوني في السوشيال ميديا طريقة كلامي هذه أنا، يعني بشخصيتي هذه بطبيعتي. فطلعت بطبيعتي جدا يعني، والناس حبته ودعمتني أشكرهم جدا، لأنه هاي طبيعتي، هاي أنا على حقيقتي مثل ما تشوفون. يعني مثل ما تشوفون اليوم في الكاميرا قدامكم ومثل ما تشوفوني برا على الكاميرا سيسيم، أنا نفس الشخص. يعني إنسان طموح ومؤمن إنه يعني الفرص موجودة. الإنسان يعني عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى وعليه إنه يجد ويجتهد. أهم شيء إنه ما يكل ولا يمل. أول باب مسكوك، ثاني باب مسكوك، مرد الباب اللي مكتوب لك ينفتح. أهم شيء تحط هدف حق روحك، اليوم لو بكرة لو بعده تأخذ اللي تبيه تأخذه. فالمهم أن الإنسان يصر يوصل، ما في شيء مستحيل أبداً.